أبي بنات، من ضمن فلوجنا النهارده فلوج تاني يوم العيد. احنا طبعا ما ذبحناش اول يوم، احنا ذبحنا تاني يوم. اول يوم كان فيه ضغط فظيع جدا، فاحنا ذبحنا النهارده تاني يوم العيد. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ اخد جزء اعمله اطبخه والباقي هشيله. طبعا انتوا شايفين الجزء اللي عندي مش كبير، لان انتوا عارفين الاضاحي بتطلعيها لصاحب نظرها. طب انا دلوقتي هاخد الجزء دوت هعمله ماتش بوس، تمام، وبقيتها هشيلها، واللي هي هبدأ ان انا اشيلها في الفريزر بعدين اسيحها، تمام. والكبده دي اول حاجه اقطعها كده عشان نفطر بيها، تمام كده. بس الكبده عندي ديت اهي، كبده بالكلاوي بالقلب. عاوز اقول لكم حاجه، اللي عنده نقص في الدم، اللي عنده نقص فقر دم، الكبده دي حلوه ليكوا جدا جدا جدا، انك تقطعيها كده وهي سخنه بسرعه بسرعه، وفريش كده، سخنه سخنه سخنه، قطعيها وحمريها بسرعه كده، يعني على الجريل بحته زبده صغيره، ورشي عليها ملح وفلفل اسود وليمون، وكليها نص سوا، بلاش سوا كامل، تمام. قد ايه هي جميله جدا اللي عندهم فقر دم، تمام يا بنات. بس تبارك الرحمن، ما شاء الله، لا اله الا الله، يا رب يا رب يبارك لنا في اكلنا، ويبارك لنا في حاجتنا، ويكرمنا في حياتنا، يا رب يا رب يا رب، ويكرم كل الناس، يكرم كل الناس، يكرم ويدي لكل محتاج يا رب، ويفك دين كل انسان يا رب. دعوتي لكل متابعيني، لكل حبايبي، يا رب يفك دينكم، يا رب يفك كربكم، يا رب ما يخليكم محتاجين اي حاجه، ولو اللي عنده دين يا رب يسد دينه، اللهم امين. طب انا دلوقتي طلعت اللحم الكميه او الجزء اللي انا هعمله النهارده، وهنا حطيت جدر وحطيت فيه كده بصل، وحطيت فيه ثوم، وحطيت درسين، وحطيت هيل، وهحط ورق لوري ولومي وملح شويه، وهخليه يغلي كويس جدا ويطلع كل الروائح اللي في البهارات دي الصحيحه. بعد كده هنزل باللحم بتاعي واحط معلقه كبيره بزر لحم، واخليه يستوي سوا كامل. بعد كده هكمل المشبوس، ان انا اشيل اللحم، وبعدين اخد الثوم، شنو اسوي؟ اخد الثوم اسوي فيه دقوس، هحط راس ثوم، تمام، لان الثوم ده يدوبك لريحه المشبوس. وهاخد اعمل دقوس واكمل العيش، ان انا بعد ما اشيل اللحم احط الايه، احط العيش المنقوع يستوي مع المرقه مالت المشبوس بتاعي. والحشوه بصل تحمريه بدون زيت، بعد كده تحطي كشمش او مكسرات وتحطيه على الوش، بس كده. المشبوس مفيش اسهل منه، يعتبر الاكل السهل اليومي اللي فعلا مفيش اسهل منه، تمام يا حبايبي. يلا عاوزه لايك، لايك تشجيعي بسرعه 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 بسرعه، تمام كده. غليت غليت غليت، طلعت كل ريحه الايه، ريحه البهارات العادله اللي فيها. هنزل باللحم بتاعي اخليه يفوح يفوح يفوح، تبارك الرحمن، تمام. بس دلوقتي بعد ما طلعت الزفر هحط بقى الفلفل الاسود ومعلقه بهارات. هنا بقى هغسل العيش بتاعي، وبعد كده انقعه علشان خاطر اسويه بعد ما اطلع اللحم ان شاء الله. طيب اوكي، اللحم كده خلاص، نبدأ نرفعه، وعندي العيش، وعندي البصل، قطعت بصل عشان اسوي الحشو. يلا خلاص، دلوقتي بشيل شوية من الشوربة علشان مع الثوم عشان الدقوس، بعدين اكدت العيش على باقي المرق. هذه حكة الدقوس، هذا اللحم خلص، بزيد شوية بس بهارات أو بذر لحم عشان طعم العيش يصير حلو، وبحط العيش بتاعي مع الدهنة عشان يكمل طبخه. لايك، ما تنسيش تظبطي ملحك، انا الماي شويه كده ناقص، بزيد شويه، واخلي بالي اني انا نقع العيش صار ساعه من بديت اسوي اللحم، وانا نقع العيش، عرفتوا؟ اللحم بقى لكم خيار، يا اما تحمروها بعدين تضيفوها على الوش،
او تخلوها مسلوقه او تدخلوها الفرن. انا صراحه مش هعمل فيها حاجه، انا بس دي تخلص هاخدها واحطها على الوش واحط عليها الحشوه. تمام، بصوا اللحم شلون دايب عشان تبقى فريش. تبارك الرحمن. انا هنا بقى حطيت فنجان فيه شويه ماي وحطيت فيه شويه زعفران. تمام، باخد منه شويه بحطهم على الحشوه، والباقي بحطه قطاس على اي شيء. تمام، بس كده باخد العيش ما شاء الله تبارك الرحمن واحطه بالسخان. شايفين لون الزعفران؟ يا الله رهيب رهيب. شوفوا والدهنة. اوبا، بعدين احط الحشوة دقيقة. هذا اللحم بتاعي زي ما انتم شايفين كده. تمام، انا خلصنا الكوسة بفكر عليها. اللحم واضيفه على الشبوسيه، اسكر عليه، حطيت شرايح ليمون وبس. هذه صارت طبختي جاهزه، يبي لها مليون لايك. دلوقتي بقى انا كنت جايبه البلانكت دوت وما فرشتوش، ما فرشتوش ليله الوقفه يعني. تمام، وبعد كده برضو ما فرشتوش اول يوم العيد. فدلوقتي النهارده هفرشه معاكم، خلاص قررت ان انا افرشه. تمام، ليه بقى ما فرشتوش؟ لان انا كنت مغيره قبل العيد بيومين ثلاثه البلانكت وكده، و لا اله الا الله قولوا معايا. فكان لسه جايبه واحد تاني من اللاندري فكان نضيف يعني، فاهمين انتوا قصدي بقى، والغسيل وكده. فانا قلت خلاص خليه يومين كده. تمام، فانا دلوقتي خلاص هاخد ده دلوقتي وهبدا ان انا افرشه. تمام، بزاد ان ده كمان وصلني يوم الوقفه متاخر فاكسلت، فاهمين يعني بتعملي كذا حاجه وكده فكسلت. لكن بتاع ماما يعني بدري قبلها بيومين فوديته وفرشته له وكده، لكن ده لسه جاي لي. فانا دلوقتي ده هفرشه معاكم، بس تعالوا شوفوا شكله جميل قوي قوي قوي. انا بعشق اصلا عاشقه الابيض الجراي الوردي الفاتح، يعني اغلبيه البلانكيتات بتاعتي الالوان دي. ده بصوا زي ما انتم شايفينه كده، هو خامته نفس الخامه اللي عندي ده اللي هو الفندقي الابيض، شايفين نفس خامه الفندقي ده الابيض بالظبط. تمام، هو لونه جراي والكنار من تحت الطرف عليه تطريز كده، شايفين عليه تطريز يدوي، ومن هنا ده زي مش دانتيل زي الكنار كده عريض، جميل قوي قوي وخامته جميله جميله بارده. تعالوا اوريها لكم احسن افضل. بالرغم ان هو على فكره مش امريكي ولا نوعه يعني براند عالي، بس خامته حلوه قوي، خامته حلوه حلوه حلوه. منه العنابي والاوف وايت والموف، الموف اصلا خطير اهو. انا بقى بص كنت عايزه اخد ده او الروز، بس اللي كان ما كانش ده متوفر كان خالص، فاخدت الجري ولا الروز، واللون ده تحفه. ده الروز، ده الروز اللي عجبني جدا جدا جدا. بس فلقيت المتوفر الالوان الثانيه، وبعدهم اللي انا بحبه الجري، الجري بحبه جدا فاخدت الجري. تمام، والاوف وايت برده حلو، والبيج حلو، كل الوانه بصراحه جميله، كل الوانه جميله. بس انا عموما يعني احب الفواتح. تمام، بس خلاص. فانا دلوقتي اهو تعالوا اوريكم شكله. اوبا،
شايفين هنا كده، ده التطريز اليدوي اللي بقول لكم عليه، كله كده تطريز يدوي في كذا جهه منهم كده. الرسمه دي كبيره في الاربع جهات تمام، وهو كده اهو ديت اللي من النص اللي هي بقول لكم عليها الخامه، شايفينها الخامه دي. شايفين الخامه بتاعته، خامه القماش نفسها خامه جميله جدا جدا، ما فيهاش بوليستر خالص، قطن او القطن شويه يعني، حتى نسبه البوليستر فيه بسيطه بس جميله تمام. ودي كده اهيت اهو اللي شفناها في الصوره، اللي هي الطباعه دي اللي هي الغرزه اللي هي بالخياطه، شايفينها جميله قوي. والاكياس المخدات بتاعته برده حلوه قوي ومتينه ما شاء الله، خامتها جميله، حلو حلو وناعم، فاهمين بسيط كده وناعم. بس هو بلانكت كبير مترين، ودي كده جايه معاها الكوشيه جراي تمام، والرسمه نفس الرسمه اللي في هنا اهي ديت تمام، بس دي مفرغه كده، لا دي هنا زي ما انتم شايفينها كده تمام، وبتكسر اللون وتبقى شكلها جميل جدا على لما تيجي تفرش البلانكت وتفرش الفراش بتاعك وتحطيها في وسط المخدات، هيبقى شكلها جميل قوي وخامتها حلوه اصلا تمام. بس خلاص، ودي الملايه، ودي الملايه بتاعته برده، ملايه حلوه قوي اهي ساده بس كده. بس بس ما فيهوش اي حاجه يعني، نعومي وبسيط، هو ده اللي بقول لكم عليه عجبني قوي عجبني. بصوا شايفين شكلها، والدانتين نفسه مش دانتين ده مش عارفه اسمه ايه، الكنار ده يعني خامته حلوه منور كده، الرمادي اللايت فاهمين، مش الرمادي الدارك، لا الرمادي اللايت، وده شويه دارك عن البلانكت نفسه، فهتحسي ان توافق ده جميل قوي، مش كسرتي بلون تاني تمام. بس كده يعني في الغرفه اللي هي بتاعه المعيشه، انا عندي بلانكت اللي هو الميكس اللي هو الالوان ده الجميل ما كانتوش حلو فاهمين، بس ده انا حباه ما كانتوش عشان الهلك، لكن بحب جدا في الغرفه الاساسيه البلانكت ده اللون ده تمام. حتى برده في الثانيه دايما يعني حط برده واحد ابيض، بس يعني اكتر في الرئيسي عندي بحب الالوان الهاديه الجميله دي تمام. فرشتي ديت اللي هي الملايه جميلة 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 تمام. هحط بقى دلوقتي البلانكت، شايفين بقى كده الكنار بتاعه عامل ازاي كده، انا فرشته ومشيه ازاي تبارك الرحمن. هنا كده فرغ، شوفنا متينة كده، متينة ما شاء الله، كله كله كده رمادي جراي، والتانية برضو حطها انا عندي كده، عندي من اول جراي بس، وحطيتهم هما كده المخدات، هما اربع اكياس معاها، حطيت هنا اتنين هنا وهناك اتنين. طيب ودلوقتي كده على العصاري كده بعملهم كيكة، علشان خاطر هتبقى مليون لايت مليون لايت مليون لايت للكيكة، علشان خاطر الكيكة اللي انا كنت عاملاها امبارح كنت عاملاها بالحليب والمكسرات خصوا، فعلى النهاردة احنا بنحب كيك يومي كتير، بنحب كيك كتير تمام. عندي بقى ديت كده الخليط عملته معاكم قبل كده، دي نص كوباية سكر بودرة مع اتنين بيضة مع نص ربع كوباية زي فنجان زي ده كده زيت نباتي تمام، مع فانيليا وبشرة برتقال، ضربتهم مع بعض ده كده بقى الخليط اللي عندي. وعندي البرتقال نفسها خدت بشرتها، وده البشر بتاعها عشان احتاجه، والعصير بتاعها من نص واحده عصرته اهو، هحط عليه معلقه من العسل علشان ده هيكون السائل اللي انا هضيفه على الكيكه من فوق او الصوص بتاعها، هحط كده معلقه من العسل تمام، وهخليه يدوب مع بعضه عشان دي زي ما قلت لكم اللي ايه الصوص اللي انا هسقي بيه التورته الكيكه بتاعتي بالبرتقال اللي انا بحب اعملها كده تمام. عندك بقى
حبيب حطي عنده مكسرات حطي، بس انا عايزاها كيكه الاورنج امريكانه، عارفينها امريكانه بس كده. طيب انا عندي هنا خليط، وزي ما قلت لكم بشر برتقال قدامي اهو، هاخد نص كميه البشر هنزلها او نحطها خلاص، بعد كده نحط الايه ال شو اسمه سكفايه كده مع حوالي معلقه بشر برتقال، تمام، عشان عندي كوبايه البرتقاله بقى نفسها اللي هي بقى انا خدت الكفر بشرته، دي البرتقاله نفسها مع كوبايه حليب ضربتهم بالخلاط بقى كريمي كده، بصوا تقيل كده كريمي خلاص. ده انا بحب اعملها بتديكوا هشاشه مش طبيعيه. تمام، دلوقتي بقى هحط كوبايتين الطحين، وعلى كوبايتين الطحين هحط معلقه بيكنج باودر ومعلقه صغنونه خالص خل. الخل ضروري جدا، بيخلي الكيكه فاتحه ومنوره، وفي نفس الوقت بيديها هشاشه وتفضل طازه طول الوقت. طازه دي اهم نقطه، طازه طول الوقت، ده اللي انا اكتشفته مع معلقه الخل. وبعد كده هحط خليط الكوبايه اللي انا ضربتها بخلاط البرتقال مع الحليب، وزودت شويه بشر برتقال عشان تبقى ناطح كده فيها ويبقى ريحتي طالعه، عرفته بس. وطبعا انا بعمل اكل الايتينج بسرعه عشان انزلكوا الفيديو قبل ما ينتهي اليوم ان شاء الله، يبقى ده فلوج تاني يوم. هتجيب بقى كده الفرن بتاعتك او صينيه، هحط فيها ورق زبده وادخلها، احط خليط وادخلها الفرن تستوي، بعد كده اسقيها بالسائل واطلعها واوريكم شكلها. تمام، هي كده طلعت زي ما انتم شايفين، بتبقى سهله معاكي لما تحطي ورق زبده. بصوا جمال الكيكه، طبعا اعتقد انتم شايفينها رهيبه 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 لابعد الحدود. تحطيها بقى في علبه، تحطيها في الثلاجه، تحطيها على رف، تحطيها في التقديمات براحتك. كده زي ما انتوا شايفين جهزت سفرة بسيطة نعومة تحب الشوكليت والبيستاشيو، ده حليب بجوز الهند رهيب قوي يا بنات، طريقته هكتبها لكم ان شاء الله في الديسكريبشن او اعملها معاكم في فيديو، مش هتعملها لولادكم مغذي جدا. وحاطين البسكيت وكده عصاير، ودي الشاي، والناحية التانية بقى مطرات الشاي والقهوة والمكسرات، وده البسكت اللي عملناه مع بعض بالتمر. يعني ماي يعني توضيب كده نعومي وبسيط، يا رب يكون عاجبكم، وكل سنة وانتم طيبين يا رب يا حبايبي يا قلبي يا حلوين. انا حبيت هنا عملت كده ديت على الجنب ده، وحطيت عليها المفرش وحطيتها بالمنظر دوت عشان تبقى دي ثابتة طول اليوم، تبقى ثابتة كده طول اليوم، اللي يعوز حاجة ياخد منها، وتبقى كده منظرها حدها راقي. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ودلوقتي بقى خلاص خلصت بقى، وبدخل بقى دلوقتي اخد شاور بتاعي، طلعت لي النفنوف دوت عشان بالليل الاستقبال حلو كده وجميل. انتوا عارفين مفيش تجمعات، بس يعني كده الاستقبال تمام، يعني تبقي قاعده كده في العيد حلوه بنفسك ماشي. وزي ما قلت لكم انا قبل كده دايما في كل روتينات حاولي تلبسي كانك خارجه، بس اللبس اللي انت مش هينفع تخرجي بيه تبقي لابساه وتبقي قاعده فيه في البيت، شكلك كده قمر في نفسك. تمام يا حبايبي، انا مكوي لسه جاي من اللاندري، ومكوي وجميل وحلو قوي، بحس رغم انه ما كانش محتاج بس راح بالغلط مع حاجه اللاندري، ولسه جاي دلوقتي. ودلوقتي قبل ما انام، احنا بكره عندنا زواره، فحبيت ان انا احضر البدله اللي انا هلبسها بكره، فانا حددت دوت خلاص هلبس النفنوف ده، هو عشان خاطر كان جاي من اللاندري مع الفساتين كلها، فانا طلعته كده فتحته من الباكت يعني بتاعه وحضرته. دلوقتي هحضر الجنطة بتاعتي، هقعد احط فيها حاجتي واجهزها، ويعني افتحها كده لسه ما فتحتهاش، لسه اول مره هلبسها النهارده. دلوقتي هفتحها واحط فيها اغراضي واجهز الحاجه واجهز اللفه اللي هلبسها عليها ان شاء الله، هحضرها والاكسسوارز اللي هلبسه عليها وبس. تمام، يلا كل سنة وانتو طيبين يا أغلى حلوين، وتصبحوا على ألف 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 خير. لايك
ما تنسوش تضغطوا لايك بسرعه ما تطلعوا من الفيديو، وكمان ادعموني بكومنت تشجيعي وقولوا لي ايه رايكم في الفلوجات بتاعتي وايه رايكم في الروتينات وكل حاجه بعملها، او ريفيو عن اي حاجه او وصفات او طبخات او اي حاجه اي حاجه اي حاجه في قناتي. انتوا عارفين قناتي متنوعه، اي حاجه بحياتي بعكسها معاكم، اللي تنفع اعكسها اللي تنفع اعكسها، غير كده مش ببظهر اي حاجه عن حياتي الا بس اللي ينفع انه يطلع لكم. يلا لايك وكومنت وسبسكرايب وشير كتير جدا على كل حبايبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتقابل في روتين او فلوج ثالث يوم العيد ان شاء الله بكره، واحنا بنلبس واحنا طالعين واحنا رايحين زواره ان شاء الله. لايك 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 لايك، مشيئه الرحمن.